أكبر مالي فريق نادي أربيل 1-0 ظهرت الموسم الماضي وظهرت في 2005 بالنسبة لفريق أربيل. ديار الرحمن سجل الموسم الماضي بهدف مباراة اللي أقيمت هناك في زاخو، لكن الموسم الماضي خسر زاخو هنا 4 أمير. الله، جول لأمير صباح. أمير صباح يسجل ويعدل لزاخو واحد من أجمل الأهداف، يسارية قوية لا تصد ولا ترد. أمير صباح، أمير صباح، والنجاح بالنسبة لأمير صباح وفرحة جماهير زاخو. عدل النتيجة بالوقت بدل الضائع، ولكن للأسف الإعادة غير موجودة. هدف رائع لأمير صباح والتعديل بالثواني الأخيرة، يعني بالدقيقة ربما 48 أو 49 على مجريات هذا الشوط. ما لاحظ مجد، يعني ضاف الحكم الدولي مهند قاسم، لكن المهم بالموضوع أمير يعدل لزاخو. إذن التعادل 1-1 بيسارية قوية لا تصد ولا ترد. 1-1 هنا صافر الدولي مهند قاسم. دون احداث شوط المباراه الاول متابعينا ومشاهدينا في الرياضيه العراقيه، 1-1 بين اربيل وزاخو. اوس ابراهيم افتتح التسجيل من ركله جزاء وعدل النتيجه بالوقت بدل الضائع امير فريق نادي اربيل. والخطا هنا ضربه حره مباشره، حرة مباشرة لفريق أربيل، أخطر من الزاوية وقد تكون بطاقة صفراء. أوه. إلى أمير صباح 5 بطاقات صفراء لحد الآن أشرت من الدولي مهند قاسم. ضربة حرة مباشرة لفريق نادي أربيل، أخطر من الزاوية في مكان جيد، وصاحب الهدف من ركلة جزاء أوس إبراهيم على التنفيذ. أوس إبراهيم يحاول حديث ما بين المهاجمين والمدافعين بالنسبة لمهند قاسم. أوس يلعب الكرة خطيرة وجول لأربيل. لؤي صلاح، لؤي صلاح، لؤي صلاح يسجل الهدف الثاني على يمين نور صبري، الهداف التاريخي الثاني لأربيل يسجل لؤي صلاح. طبعا الكل يعلم أحمد صلاح، وهنا فرحة جماهير نادي أربيل. وهولير يسجل عن طريق لؤي صلاح. الآن لؤي صلاح 6 أهداف على بعد هدف من أهداف الفريق. طبعا مهدي كريم هنا لإعادة
تشوف اللوحه الالكترونيه الجميله في ملعب الشهيد فرانسا حريري. هربيل وزاخو، وشوف الراسيه على يمين نور صبري، رائعه.